يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم سيغادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري متوجها الى مملكه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ليتراس جلالته وفد مملكه البحرين الى قمه جده للامن والتنميه. وذلك تلبيه لدعوه كريمه تلقاها جلالته من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله رافقت جلاله الملك المعظم السلامه في الحل والترحال